هي حياة كريمة، مبادرة رئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حياة كريمة لكل المحتاجين. ومعايا على التليفون لواء ممدوح شعبان، رئيس دار الأورمان. مساء الخير لواء ممدوح. خير بحضرتك فندم، ومساء الخير، وإن شاء الله مصر كلها في خير، وكل يوم في خير، وبكرة أحسن بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله تبقى سنة حلوة. وبكرة إحنا عرفنا أنه في اجتماع مع وزارة التضامن للتنسيق لتحقيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا. حضرتك قول لي تفاصيل أكتر أستاذ ممدوح، وإزاي هيكون مجهودات دار الأورمان لتحقيق هذه الخطة. فعلا كلام سيادتك مظبوط بدقة. فورا مكتب معالي الوزيره في اجتماع بكره الساعه 3 عصرا في مكتبها. أيوه. مع الجمعيات الاهليه زي الاورمان، مصر الخير، بيت الزكاه، بيت بنك الطعام، بنك الكساء، كل ده هيكون موجودين ان شاء الله لتنسيق العمل. وهيكون ان شاء رب العالمين، طبعا احنا لسه بكره هنطلع بقرارات، ولكن هو هتبقى المجالات بتاعته مجال حياه كريمه للانسان المصري، تبدا من اعمار المنزل اللي هو فيه. يعني لازم منزل يليق بالانسان المصري يعيش فيه، اذا كان لازم بسقف، شبابيك، ابواب، حمام، ارضيات، مياه نقيه موجوده في المنزل بتاعه. ثم المجال الثاني الصحه، لازم يبقى هذا له مجال، عمليات القلب، العيون، الاجهزه التعويضيه، المرض السرطاني اللعين لازم يبقى فيه علاج كيماوي اشعاعي لكل مصري عنده هذا المرض، ربنا يشفي كل مريض. امين يا رب. المجال الثالث المساعدات الموسميه، يعني مش هنقبل ان في البرد دوت في انسان مصري ما عندوش لحاف وبطانيه وعنده اولاده يتغطوا كلهم على الاقل دلوقتي حالا. اكيد. المساعدات الموسميه دي بالكامل عباره عن لحوم الاضاحي، مواد غذائيه في رمضان. المجال الرابع بقى فعلا الاسره المصريه، اذا كانت ارمله او مطلقه او مهجوره، عندها بنات، عندها زواج بنات، احنا هنقول لها اتفضلي هنعمل تيشير لهذا الزواج. مشروعات متناهيه الصغر من مكنه الخياطه لاي مشروع مهني او حرفي هيشترك فيه كل مصر. يمكن وزارة الأوقاف علمت كل هو المثلث. حضرتك يا فندم عملتوا حصر لعدد الفقراء اللي هيتم مساعدتهم من خلال مبادرة حياة كريمة، حوالي كام على مستوى الجمهورية؟ ده يا فندم بكره هيتضح تماما في اجتماع معالي وزيرة التضامن. هي عندها خريطة دقيقة جدا للأسر الأكثر احتياجا، القرى الأكثر احتياجا. بشكرك أستاذ ممدوح شعبان رئيس دار الأورمان.